لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. اجمل صالح فريق ميلان بوريني، والعرضية حلوة، ساحير على الشمال ريكاردو رودريغيز، هجمة من خطورة، لمحة بروي على الارض، هتخد جميلة، تعدي ريكاردو، العرضية قوية واللمس والهدف، جول! الهدف الاول، الضربة الاولى، اللدغة الاولى في اللقاء، ضربة وهدف اول في المباراه. قلت لكم مشاهدينا، الجبهه اليسرى والنجم الكبير ريكاردو رودريغيز هيكون له دور كبير في اداء رائع جدا لسي ميلان، والجبهه اليسرى هتكون هي جبهه خطيره، هي جبهه رهيبه، هي جبهه قويه مع سي ميلان. العرضيه الساحره والمتابعه الجميله جدا على طول، متابعه ممتازه بكل تاكيد، هذه العاده، اللمسه والعرضيه الساحره والمتابعه على طول، والتصويب القوية بقدم اللاعب الايفواري على طول فرانكي، وعلى طول العرضية بقدم ريكاردو، عالية فوق، خطير، رسم الهدف، جول! الهدف الثاني، عملوها ثاني وسجلوا الهدف الثاني. مش ممكن، مش معقول، مش ممكن هذا الكلام، مش ممكن هذا الحوار، مش ممكن هذا اللقاء. العرضية الساحرة بقدم ريكاردو رودريغيز، والارتقاء الراسية من باتريك كتروني، يحطها جميلة جدا، باصة غير جيدة، قطعوها جابوه لإنيونج، خطير السريع، اللمسة، المهارة، غير عدى فات نيونج أمامية، منتهى الخطورة، خطيرة الهجمة لسي ميلان، استلام من نيونج على الشمال، روعة، بونافنتورا والهدف، الله 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 الله، دي مش كورة، دي مزيكا، دي مش كورة، دي متعة، دي مش كورة، ده جمال، الله الله الله، جول! جول مزيكا، جول مزيكا، جول للمتعة، جول للجمال، جول للإثارة، أيوة كده يا كبير، أيوة كده يا عظيم، ارجع مرة تانية، ارجع مرة تانية للتألق والإبداع، ارجع مرة تانية لإسعاد الملايين لعشاقه ومحبيه، بص المهارة، والله لا تمتع عينيك، والله اسعد عينيك، بص اللمسة والعرضية الجميلة بقدم بونافنتورا، والمتابعة موجودة بقدم الخطير يا سادة النجم المتميز باتريك كتروني، هذه العادة مرة تانية.